نهار جميل، طبيعة جميلة، وجو بيعقد، ووصفات أجمل وأجمل. اليوم مع شيف شادي على الطبيعة رح نبلش بسلطة البرغل مع جبنة الفتة، وبعدين شيش الطاووق، يا سلام، وآخر شي رح اتحلى بكريات الجزر مع جوز الهند. منبلش بالبرغل. أول شغلة، البرغل بدنا نستعمله اليوم هو البرغل الأحمر. فينا كمان البرغل يكون أبيض، في يكون خشن يا شادي، في يكون خشن. عندي طنجرتين على النار، طنجرة أنا حاطط فيها الحمص، عم نسلق الحمص. أول شيء الحمص نحن بننقعه قبل كل العالم صارت بتعرف، وبعدين بنسلقه بالمي البردة. رح بلش من هون، رح آخد يا شيف شادي هالحمصات الحلوين، فرجونا. أوه صاروا مستويين، شغلة ولا أهين من هيك. خلونا نصفيهم، نطفي الغاز، نصفيهم هيك، واحد اثنين ثلاثة، ونخليهم شوي صغيرة يبردوا. فينا نعمل شغلة، إذا بدنا نستعملهم دغري دغري فيني استعملهم أنا هيك، أما إذا بدي خليهم شوي صغيرة بقلب المي وما يتغير لونهم، شو بعمل؟ يلا بحطهم بقلب الميات وبعدين بنصفيهم، ما في أي مشكلة. هذا واحد. اثنين، البرغلات بدنا ننقعهم، ننقعهم وبعدين منفتفتهم شوي، مي مغلية عليهم، طلعوا كيف، أو مي سخنة بتكفي. ورح اتركهم هون يا شيف شادي، بعد شوي بتشوفوا انه او منشوف انه هيك استويوا شوي، لزقوا ببعضهم، نرجع منفتفتهم بوعاء اكبر من اللي موجود. الملفوف، لماذا الملفوف؟ بدنا نسلق ملفوف وناكل سلطة البرغل مع الملفوف. يلا يا شيف شادي او الكبج، رح نبلش. هيدي ورقة هون، يا سلام. اثنين ثلاثة، هلا بنسلقهم كمان، هيدي أربعة بتكفي، لا بناخد خمسة. بنحطهم بالمي المغلية وحدة، قطعهم هون بالنص، اثنين كمان حتى لو صغار ما تعتلوا هام، ثلاثة أربعة خمسة، وهيدي كمان. طلعوا شو حلوة هلا، بننزلهم كلهم بقلب الميات، ما بنسلقهم كتير، يعني قد ايه بدهم وقت؟ بعتقد أبو دقيقة، ومنشيلهم منصفيهم ومنحطهم. يعني أنا بدي أرجع كمان صفيهم هون، بحطهم هيك بقلب الطنجرة مصفيين خالصين. بصل، زعتر، كمان عندي البقدونس والبصل الأخضر والبندورة والحامض والزيتون وجبنة الفتة ومعجون الطماطم. رح بلش فيهم أنا بطريقة سريعة، بس ناطر شوي صغيرة هالملفوفات مشان ينسلقوا معنا بطريقة حلوة. فرجونا لنشوف. واو، يعني صاروا نوعا ما منيح، فينا نشيلهم. لهون. يلا يا شيف شادي، ولا أسرع من هيك سلطة بالطبيعة والعالم كلهم بيحبوها، برغل على حمص مع الجبنة، ولا أطيب من هيك. والمي اللي هون أنا بطل بدي إياها وبنحطها هون. جريت، هيك صار فينا نشوف كل شيء الشيف شادي عم يعمله. سكيني يا شيف شادي، منبلش نقطع كمان بكل الاشياء الموجودين عنا. هالبصل الاخضر كلهم سوا، منروح على كمان الزعتر، نفرم الزعترات بطريقه حلوه، منخلي هيك كم ورقه من الزعتر مشان نزين فيهم. البقدونسات، منشيل شوي من البقدونس وبنفرم اللي بقي، لكن بقدونس، زعتر، بصل اخضر. ورح نروح هلا على البصل كمان العادي، رح تشوفوا كيف نعمله كمان شرائح. وما ضروري الاشياء تكون مفرومه ناعمه ناعمه، يعني خلوها شوي صغيره تبين، ما تعتلوا هم. وهيدا البصل هون، واو، كمان عندي، طلعوا كيف، وقطعوها بالعرض بس تكون شرائح ولا أجمل.
وين عندنا وعاء مشان نخلط فيه يا شيف شادي؟ والوعاء هون. منقول او لا نحن ناخذ وعاء اكبر، لكن من نرجع من عيد، من البصل الاخضر، بقدونس، زعتر، وعندنا البصل العادي، طماطم، بندوره، طريقه منشيل هيك العنق ونقطعهم يكون شو حلوين بهالطريقه هيك، وشرائح يعني طلعوا كيف بدي اعملهم بالطول اذا شايفين كيف. واو شايفين كل شيء، والبندورات صاروا عندنا. لكن وحبيت انه هيدي السلطه ندخلها شوي صغير الزيتون، لانه اذا بنسمع باليونان في عندنا جبنه الفتة، والفتة لانه بس تتقدم كثير هيك الزيتون بيلبق لها، فحبيت اني ادخل بالوصفه زيتون وجبنه. ليش الجبنه؟ بتعطي جمال، وفينا كمان باردون بتعطي جمال وبتعطي حلاوه وبتعطي كمان الطعم كثير طيبه للسلطه، بس ما راح احطهم بقلب السلطه ونخلطهم مع بعضهم، راح زين فيهم السلطه. طلع كيف هون كمان الزيتونات الحلوين كم وحده، وانا بحب الزيتون دائما بقولها، بحب الزيتون اللي فيه العجوه او البذره بقلبه، ومنزين بالباقي. يا سلام البرغلات، طلعوا شو صار فيهم البرغل، فانا ببلش فتفتهم. طلعوا كيف ها بنفتفتهم كلهم سوا على السلطة، طلعوا هالطريقة الهينة ولا أهين من هيك، بس نعملهم بهالطريقة، هن أوريدي مستويين، بننزل الكمية اللي بدنا إياها، طلعوا كيف؟ بس نعملهم بإيدنا ولا أهين من هيك، بننزلهم كلهم، وفينا كمان إذا بدنا نستعمل الشوكة، أنا مجهز حالي، طلعوا، الشوكة بهالطريقة كمان اسرع لنا. طلعوا 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 شو حلوه هيك. واو. وهون الحمصات. يلا يا شيف شادي. الحمصات عليهم. معجون الطماطم او صلصه الطماطم مثل ما بدكم، انتم نقوا. وهون زيت الزيتون. عصير الحامض مثل العاده، الشيف شادي بحب هيك هالحامضات الحلوين، وبنجي نعصر الحامض كمان عليهم. تمام بهالطريقه هيك. واو ملح، الكمون، الفلفل، وبس. ليكوا شو حلوين، ليكوا شو حلوين هيك ها. طلعوا هالسلطة البرغل، وطيبة كثير هيدي السلطة، بس نقدمها أي متى؟ تاني يوم. هيدي كمان شغلة تذكروها. طيب جبنة الفتة يا شيف، خليني آخذها بهالطريقة ونقطع، أو ناخذ منها شقفة صغيرة نقطعها مربعات إذا قدرنا، أو شقف يعني ما تكون مبروشة أو تكون مهروسة، خلينا نقول جريت. وهون هلا بعتبر حالي أنا خلصت، رح نقدم السلطة بهالطريقة. طلعوا كيف؟ رح نجي نحط ورق الملفوف، طلعوا وحدة هيك، نرجع كمان منغطيهم بورق الملفوف. واو بالطريقة الحلوة. والسلطة بالنص، طلعوا جميلة، طلعوا السلطة، حبينا المنظر. وأكيد سلطة من هالنوع بتتاكل بالملفوف أو بورق العريش، يعني ورق الدوالي. زيتون عليها تك
تك تك تك هيك داير مدارة الجبنة. واو. ورق الملفوف الباقي حطه بهالطريقة. وصفتنا لليوم انتهيت. شو بدي قلكن؟ وصفة كانت رائعة، بتعقد، بتجنن. وهيك بتكون عنا أول وصفة أو سلطة البرغل صارت جاهزة، ورح نحطها هون بانتظار إنه نبلش بالطاووق. طاووق وسلطة البرغل، وآخر شيء رح يكون عنا كمان كريات الجزر. واو. شغلة بتعقد بتجنن، كل العالم بيحبوها. أول شغلة رح بلش بالوصفة، بدنا نقطع صدور الدجاج بس بطريقة شيف شادي. ما رح نقطعهم صغير، رح نقطعهم كمان يكونوا حجمهم كبير شوي. يعني طلعوا وحدة، شايفين؟ وهون عنا اثنين ثلاثة، يعني ما رح قطع الطاووق يكونوا صغار. وحتى بعد شوي رح فرجيكم رح نقطعهم كمان أكبر إذا بدكن. يعني ها هيدي وحدة هيك، نرجع بالنص وهيك. هيدي هي شقفة الطاووق الحلوة اللي لازم نستعملها بقلب الشيش، بما يسمى شيش الطاووق. رح قطعهم كلهم بسرعة. والنقعة يلي بدنا نعملها، رح نعمل نقعة حمرة، ممكن تكون بيضة، بس اكتبوا قدامكم أنواع البهارات اللي بدنا نستعملها. أول شغلة يا شيف شادي، منروح على الثوم. رح ناخد حصين من الثوم بس حتى يسهلوا علينا الهرس، نعملهم هيك. ها قطعهم، قطعناهم بهالطريقة. ناخد كمان بعد وحدة. يلا يا شيف، حط عليهم الملح ويلا مندقهم مزبوط للتومات. واو. وهيدا التوم المهروس صار جاهز. ناخد ملعقة ننزل التومات يا شيف كمان. طلعوا شو حلوين بقلب وعاء لوحدهم. ومنلحقهم، لحقهم جايين من فعل لحق، يعني منجي بنحط عليهم من كمان. عندي عصير البندورة، أو فينا نستعمل إذا بدكن معجون الطماطم مع شوية مي، ما في مشكلة. عندنا من الشطة، لبن أو لبنة مع شوية حليب، أو لبنة مع شوية مي، ما في أي مشكلة. طلعوا كيف، يا سلام. كلهم سوا هيك نحطهم هون ومنبلش بالبهارات. أصلاً البهارات مكتوبين هلأ قدامكم أو كتبتون، بس يعني نوعاً ما البهارات معروفين، من الكزبرة، من الفلفل الحلو، فلفل كمان الأبيض، عندنا كمان من الكمون، من البابريكا أو الشطة شوي صغيرة، وبنروح على القرفة، وكمان من الملح. ما تكتروا ملح لأنه حطينا مع التوميت. رح ضيف عليهم صويا صوص، هيدا السر تبع وصفتي لليوم. عنا زيت الزيتون يا شيف شادي. بعد شغلة وهي عصير الحامض، يا سلام. نقعة للطاووق ولا أطيب ولا أجمل من هيك. جربوها وردوا علي خبر. حركنا، هلا بتشوفوا كمان اللون اللي عم نحكي عليه. ناخد فينا نقول الفوة أو المضرب، نجمع كل المكونات مع بعضها. لهيدي هون النقعة
والدجاج بقلب النقعة. يا سلام، هذا المنظر الحلو. طلع هالنقعة الحلوة، عملش نشك هلأ نحنا. واحد رح أخد، هتشوفوني أول شيء على صيخ واحد رح نحط فيه حوالي يعني بين 90 و100 جرام. هيدي 4، هيدي 5، وهيدي 6. وهلأ بثواني رح تشوفوني كمان محضرن كلن سوا. وهيدا هو رابع صيخ، وبسرعة نحنا هلأ رح أنا روح، حتى ولو الطقس اليوم هيك مغيم شوي صغيرة والدنيا ها رح تبلش تشتي. يلا يا شيف شادي على الشوي، وهلأ دغري كمان على الفحمات. وهيك بس نشعل أو بدنا نشوي طاووق أو كفتة أو لحمة، دايماً اشتروا للبيت للباربيكيو هالفرشيت الحديد الحلوة مشان تنطفوا فيها الباربيكيو قبل ما تحطوا لحماتكم. واو تعقد. ويلا يا شيف شادي، واحد، ياي الصوت 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 ما أجمله. بهالوقت اللي عم نشوي فيه نحن للدجاج رح يروح الشيف شادي على المطبخ تنحضر الكول سلو. يلا بدنا نحضر سلطة الكول سلو يا شيف شادي. جريت، شو بدنا نعمل؟ واحد موضوع نحن عنا موضوع الملفوف، الجزر، البصل الأخضر، مايونيز، ملح وفلفل، ولا أهين من هيك. أوكي، بناخد الملفوفات، ما بدنا أول شيء كمية نحن كتير كبيرة، نفرمهم قد ما فينا نكون ناعمين. طلعوا طلعوا كيف، أو فينا كمان قطعهم بهالطريقة إذا بدنا اياهم صغار. واو، والملفوفات صاروا جاهزين. بدنا مبرشة الجزرات، ملفوف وجزر وبصل أخضر، ملح وفلفل، ما تكتروا كتير الملح لأنه فيها كمان المايونيز. منروح على البصلات الخضر الحلوين، وأكيد هيدي الكولسلو على طريقة الشيف شادي. والطوقات كيف الوضع تبع الطوق؟ واصلين عليهم حتى نشتغلهم هيك بسرعة. يا سلام، هون ملح بهار أو فلفل، والمايونيز موجودة مخبيها أنا تما ينزل عليها الشتي. يلا بسرعة. يا سلام يا سلام على الكول سلو. هيدي هون صارت جاهزة. رح اخذ معي كمان الوعاء. وين بدنا نقدمها يا شيف شادي؟ الصحن موجود. يلا على الباربيكيو. اوه دم دم دم، تنشوف شو صار عندنا نحن هلا هون بال اوه ليكو الجميل، ليكو الجميل شو صار معنا هون. انت احترقت شوي، معلشي بس هون تعقدوا طلعوا. اكيد هلا بدنا نقعد حدهم هيك نقلبهم شي يعني 4-5 دقايق 7 دقايق ماكسيموم، وبيكونوا عندنا جاهزين، وصارت الوصفه كمان جاهزه. وهون كمان صرنا على الاخر. واو واو واو، صرنا على الاخر، بالعكس مستويين. يلا يا شيف شادي كله جاهز، 1 2، هون كمان 3، وهون 4. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المطبخ. والطبقات صاروا جاهزين، وعندي السلطة. والطبق اخترت هيك الطبق يكون أسود حلو، منحط السلطة بهالطريقة هيك، ورح نعمل شغلة حلوة. صيخ هيك يا شيف شادي، وصيخ تاني هيك. واو كمان طلعوا شو حلوين هيك بهالطريقة.
خليكم شوي. ونفس الموضوع، صيخ هيك وصيخ كمان هيك، وشيش الطاووق صار جاهز. بدنا نحطه على الطاولة مع سلطة البرغل. يا سلام. بانتظار نحضر كرات الجزر مع جوز الهند. جزر، جوز الهند، واكيد بدنا من السكر. هيدا السكر، والسكر كمان الناعم. خلينا ناخذ هيك وعاء، لا هيدا ناخذ الاكبر. وعندنا الجزرات مبروشين خالصين، فيكن انتو كمان تبرشوا الجزر كمان على ايدكن، ما في اي مشكله. هودي الجزرات كلهم سوا، بنجي بنحط عليهم كمان من جوز الهند شوي صغيرة سكر، البودرة، وكمية من القطر. بس شو؟ حتى نعجنهم. أكيد القطر في مي زهر ومي ورد، وإذا بدكن ما تعملوا قطر فيكن، يعني بمعنى أنه فينا نحط سكر وشوية مي وشوية عصير حامض وشوية مي زهر فوق الجزرات مع جوز الهند، ما في أي مشكلة. بلش نعجنهم حتى يصير عنا مثل عجينة نقدر نعملها كريقة. وأكيد في كمان أشخاص بيعملوها من الشمندر، من بعد ما يسلقوا أكيد الشمندر، بس ما كتير نحن متعودين عليها. يلا يا شيف، وبنزيد كمان من جوز الهند والعجينة نوعا ما لتصير جاهزة، يعني بدكم تخلطوها منيح منيح، لأنه المي من الجزر لازم تطلع لبرا. يعني طلعوا أنا كيف هيك عم بعجنهم بطريقة حلوة، شي دقيقتين ثلاثة بدنا نعجن هالخليط. هون كمان صارت العجينة عندي إياها جاهزة، تنشوف شوي. تعقد اللي رح أعمله هلا، رح نحط هون هيك وعاء صغير، نحط فيه شوية مي، نغسل إيدينا لأنه كمان بحاجة لأنه إيدي يكونوا فيهم أو عليهم شوية مي. وتطلعوا ناخد شوي ويلا، وبلشنا نعمل هالكريات الحلوين. وشو رح نعمل فيهم؟ صينية يا شيف، صينية أكيد. جوز الهند بقلبها، هودي بنشيلنا على جنب، بنروح بهالكريات على جوز الهند، وبنرجع بنكفي نعملهم كمان حلوين صغار. طلعوا شو بيعقدوا بجننوا. لكن شو عملنا؟ جزر حطينا عليهم جوز الهند، خلطناهم كلهم صار مع بعضهم مع شوي صغيره من القطر وشوي صغيره كمان من سكر البودره. وبعد ذلك غسلنا ايدينا وبلشنا نعمل هالكريات اللي بدنا نغلفهم او نغطيهم كمان بجوز الهند. يعني بعد شوي رح تشوفوا بقلب الصينية هون صاروا 40-50 حبة على سرعتي. يلا 44. لعودي بكفوا بعقدوا، بس شفتوا كمان أشكالهم هيك شو حلوين صغار. وفيكن أكيد تعملوا صينية منهم، تعملوا صينية وترشوا عليها إذا بدكن جوز الهند وتحطوها بالبراد، بس تجمد هيك انه ترجع تجمع على بعضها شوي صغيره، منقطعها مكعبات حلوين ومنقدمها يا ماما شو طيبه. بهالطريقه يا شيف مندحرجن، طلع دحرجن بهالطريقه، طلعوا شو حلوين، تغلفوا كلهم بجوز الهند. رح ارجع طلعوا شو حلوين، هيدي كمان فتحت معنا، نرجع ما تعتلوا هم، نرجع نجمعها ما هي بقلبها كمان في جوز الهند اذا حصل معنا ذلك. ويلا من جديد، ومنروح على نفس كمان
الوعاء اللي كاين فيه جزرات حتى لو الجزر مبين ما بيأثر الأطراف الحلوين ومنقدمهم بهالطريقة. طلعوا واو هيك كلهم حط بعضهم بهالطريقة الجميلة. أطراف على وجهن يا سلام. وهودي كريات جوز الهند خلصوا. بهالطريقة بنكون عملنا اليوم 3 وصفات. لكن كنا عم نقول كريات جوز الهند مع هالسلطة البرغل اللي عملناها بأول حلقتنا لليوم، وبعدين انتقلنا يا شيف شادي على يا الطاووقات، ومن بعد الطاووق هالكريات الحلوة. حلقتنا لليوم انتهيت، كانت حلوة كتير طيبة كتير. بدي ودعكن وجيعان جوع ما تتصوروا.